أهلا بكم في برنامجكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. ضمن حرب التسريبات كما أطلق عليها عراقيون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي منذ انتشار مقاطع صوتية مسربة لرئيس الوزراء الأسبق نور المالكي وهو يهاجم خصومه السياسيين وعلى رأسهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحليفه ومن معه بشكل طائفي على أبناء السنة في العراق. اليوم نشر الناشط علي فاضل مقطعا فيديويا لوزير الصناعة صالح الجبوري وهو يؤدي القسم للنائب أحمد الجبوري أبو مازن وعلى أن يكون هو والوزارة تحت إمرة أبو مازن ومصالحه وتوجهاته قبل استلام الوزارة بيوم واحد. الوزير في العراق هو لخدمة رئيس الكتلة وليس للشعب كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. وبشرفي ومعتقدي. وبشرفي ومعتقدي. بأن ألتزم عند مباشرتي. بأن ألتزم عند مباشرتي. في منصب وزير الصناعة. في منصب وزير الصناعة. بتوجيهات السيد. بتوجيهات السيد. النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري أبو مازن. النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري أبو مازن. رئيس حزب الجماهير الوطنية. رئيس حزب الجماهير الوطنية. فيما يتعلق بشؤون إدارة الوزارة. فيما يتعلق في شؤون إدارة الوزارة. وأنفذها حرفيا. وأنفذها حرفيا. دون تردد ولن أخالفها. دون تردد ولن أخالفها. وأنا أقوم بها. وأنا أقوم بها. بكل تفاني وإخلاص. بكل تفاني وإخلاص. وألتزم بكل الشروط والتعليمات. وألتزم بكل الشروط والتعليمات. التي تم الاتفاق عليها. التي تم الاتفاق عليها. وفي حال مخالفتي لأي منها. وفي حال مخالفتي لأي منها. فإني أتحمل كافة المسؤوليات. فإني أتحمل كافة المسؤوليات. التي تترتب على ذلك. التي تترتب على ذلك. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. تفاعل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وعبروا عن غضبهم وعن سخطهم لما آل إليه العراق وكيف يدار العراق وتدار الوزارات والدوائر الحكومية في العراق من قبل أشخاص يتبعون لأشخاص ولخدمة هؤلاء الأشخاص ومن أجل المال وليس من أجل خدمة المواطن وخدمة الوطن. وتحت وسم حرب التسريبات غرد العراقيون حول هذا الموضوع ومنهم من غرد وقال كأيوب الخزرجي قال من 2003 وحتى آخر تشكيل حكومة في العراق يقول كم وزير ووكيل ومدير عام أقسم بالقرآن الكريم قبل استلامه المنصب لخدمة أسياده. فقط في العراق تقسم بالقرآن على مود تكون فاسد مع الأسف لهذه الدرجة. المنصب يهين كرامة الإنسان ويجرده من عزة نفسه. أما جاسم فقال أقسم على القرآن أن يكون فاسدا والآخر أقسم على القرآن أن يكون تابعا. هكذا يدار العراق الجديد على الطريق الأمريكي والرعاية الإيرانية. أما أبو علي الحسيني فقال ذل ومهانة ما بعدها مهانة. هؤلاء هم الوزراء الذين يحكمون العراق. لك أن تتخيل باقي الأحزاب كيف يكون التعامل خلف الكواليس وكيف تكون طاعتهم لأحزابهم ورعايتهم للفساد. كذلك إبراهيم غرر تحت هذا الوسم قال كل ما يجري من مزايدات وبيع المناصب وتدمير المؤسسات هو بعلم وموافقة القضاء. هل سيتحرك القضاء بعد نشر علي فاضل للفيديو الذي يتعهد فيه الوزير بتنفيذ أوامر رئيس حزبه؟ يتساءل إذا لم يتحرك القضاء على هذه الملفات الخطيرة فما الداعي لوجوده أساسا؟ حرب التسريبات. نعم معنا اتصال أبو أحمد من بريطانيا. أبو أحمد وزير الصناعة صالح الجبوري يقسم اليمين. طبعا لم نسمع في قسمه لليمين أن يكون خادما للمواطن العراقي أن يكون
خادما للعراق ويراعي مصالح العراق، بل هو أقسم وتعهد بأن ينفذ كل أوامر وكل ما يقول به أبو مازن أحمد الجبوري النائب في البرلمان. على السمع والطاعة، هؤلاء يحلفون على القرآن. يعني اليوم من يحلف على القرآن للسرقة، لإطاعة غير ما هو يعني صحيح بحسب الدستور والقوانين، كيف ترى هذا المقطع؟ كيف ترى ما وصل إليه العراق اليوم؟ حبيبي مرحبا بك، اهلا وسهلا لكم يا هلا بك الوطنية. يعني بس هذا هو صالح الجبوري طبعا ما صار وزير الصناعة بالمناسبة، لأن وزراء الصناعة معروفين من بعد الاحتلال لحد الآن، حاشم الحسني بداها إلى أسامة النجيفي إلى الآن وصلت إلى آخر واحد الأخ الموجود الآن. نعم، هذه تشفية حسابات رقم واحد. بس أنا أحكي لك حادثتين إذا تسمح لي. تفضل. الحادثة الأولى، كنا في أحد الأماكن المحجومين أحد الأيام، حضر قاسم عطا، على أساس هو تذكر قاسم عطا اللي نعم كان العطاق الرسمي. نعم. طبقت ذات، تدرون رئيس الوزراء عند ملفات فساد على كل الداخلين بالعملية السياسية بس ما يطلعها، يعني خاف العملية السياسية تفشل، فقام له واحد رجاء شايب لعبانة نفسه. نعم. فغلط علي بكتا وقال له اتشي منك وابو العملية السياسية، قال له بابا انتو تبنون وطن ولا تدمرون وطن بهذا الحكي مالتكم. هذه حادثة. والحادثة الأخرى، قاعد يوم ملف صديق وضع المادي جيد عند شركتي الصغيرة، فقال ايش دورتي الرجل بسر موفقة. نعم. اتصل بي أحد رؤساء القوائم. نعم. قال وقعنا على شيك $50 نسلمك وزارة الكهرباء. قال أنا لسه ما عندي $50. قال لا احنا ما نطالبه من عندك السيف، خلال استلامك للوزارة انت تقدر تسدد لنا هاي اللي. قال لا والله انا هيك مبلغ ما اقدر. قال انت شيخ اصلا، انت راح تجيك مناقصات كل شويه، امور كل شويه، تاخذ حصتك وتعطينا حصتنا. نعم. هذا معناته فعلا ذولا ولا بس انت انت قلت شيء بانه لم يتولى وزارة الصناعة، هو كان صالح الجبوري مثلاً لا استلم وبعد ذلك سلمها الى 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 منهل عزيز الخباز. الى منهل، الى من اللي لسه هو موجود، وهذا رجل مهندس كان باللي بس لكن صالح يعني كان وزير الصناعة لفترة. هذا الكلام في 2020 عندما سلم المنصب الى منهل الخباز. صحيح، هم ذول اي صحيح مضبوط. وشون بالمناسبة، نعم، انا احكي لك واحدة من الشغلات، يعني هم هاي هم اني صارت وياي. انا بوقتها كنت وكيل مدير عام لشركة اسمنت بالعراق، فهم رفضوا يسووني معاون او مدير عام، قالوا يلا انت تنتمي الى احزابنا. وانا هذا الموضوع قلت وانا رجال مهني ما امن بهاي الشغلات، قالوا ما هاي حط بجيبك مال مهني. نعم. فقالوا لي اذا تريد اكو مكتب للوزير بالمنصور. نعم. عن طريق ابو مازن تروح تدفع 3 دفاتر يرقوك الى مدير عام. تصور. هاي انا صارت وياي، مو واحد غيري صار وياي، يعني انا عندي احقاق كثيره طبعا. نعم نعم. يعني البرامج برنامجكم يعني بارك الله بكم وحفظ الله والديكم، انه هاي النفس الوطني اللي موجود عندكم ورفضكم للطائفيه ورفضكم لكل الاشياء هي اللي تخلي يشجع الواحد ان يتصل معاكم ويتواصل معاكم، لانه فعلا نحس انه انتم تفرغ همومنا اللي عانينا من عدها واللي شفناه واللي خلتنا نترك الوطن. نعم. يعني انا تدري، عفوا اقول انا اعوذ بالله من، انا احد الكفاءات الصناعيه اللي موجوده بالعراق. نعم. بس ما قدرت، ما يعني ما قدرت اخذ، انا ما اطلب، هم لازم ينتبهون الى الشغله. بس هو العراق للاسف الان نعم بيئة طاردة للكفاءات. فانا اعتذر تكلمت بهذا الكلام عن نفسي. لا. بس هي حقائق يعني للاسف واحد يوصل لها. فذولا الان تصفيه حسابات بيناتهم. يومين راح يطلعوا لك ملف، يومين راح يطلعوا لك فتسجيل. زين وين كانت هذه؟ ليش ما طلعتوها بوقتها؟ ليش ما تحيلوها للقضاء لو كان الموضوع انتم تحبون الوطن وتردون تبنون وطن وتردون تصلحون الوطن؟ فالعمليه قلت لك انا حتى مساله موضوع السيد مقتدى راح تنتهي بوس عمك بوس خالك، وهاي لك وهاي لي، وتتذكرني ان شاء الله استاذ عمر العزيز. والف شكر لحضرتك. انا اشكرك ابو احمد من بريطانيا. كان معنا ابو عبد الله من اربيل. ابو عبد الله، انت شفت المقطع شلون وزير يحلف اليمين لطاعه نائب ولتلقي الاوامر من هذا النائب وليس لخدمه العراق والعراقيين. تفضل رايك في الموضوع ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. ارحب بكم المشاهدين. حياك الله. طيب هو من يحتاج على ايش يحلف؟ ليش يحلف؟ هو يعني هو الشعب العراقي شنو يعني؟ ما شاء الله عشان نفتح باللبن. يعني هو احنا بنشوف اوضاع الشعب، بنشوف الفقر، بنشوف
مياه ماكو، كهرباء ماكو، تعليم ماكو، صحة ماكو، كل شيء ماكو، كل شيء صناعة ماكو. يعني وين ليش سوون المزرعة؟ يعني ليش سوون لا؟ لا والله يعني أنت بيتك هسه تجي لي بيت الظهر تجي تتغدى ما بحضر غدا يعني ما تعرف شو السبب؟ أكو شيء مو يعني ما يحتاج يحلف هو عليه زي يعني. إحنا نعرف بدون حلفان نعرف. عارف أستاذ هذول جايين والله جايين شلون شلون فتفريسة ومجموعة من الوحوش ضاحين عليها، كل من يحصل له لقمة من عندها يقول هذا حصلته أنا خلاص راح خلص يعني. هاي هيك هذول هذول جانب العراق أستاذ هيك هذول شوف مرة يعني مسلمان يعني ليش يكونوا بس على هالامتيازات والسيارات ومتع. يعني ليش تقعد 4 سنين رجال يقدم 30 سنة حتى الراتب مدينة سنة هذا أربع سنين أو سنة يجلس كلها ما يكتب ليها في البرلمان يطلعوا تقاعد ما كذا مليون والله شنو هذا أول برلمان درجة وزير وما يعني معروف هذا هذا بيناتهم شوف بس تتمنى هيك استخشام بيناتهم هم يكشفون بعضهم مو قالوا ما شافوهم يقولون بس شافوهم هم يتحاسبون سبحانهم هم يتحاسبون ما شافوهم يقولون احنا ما بنشوف وما شفنا شيء بعيننا بس الارواح كلها هيك تقولون نعم. أنا أشكرك أبو عبد الله من أربيل كان معنا. معنا أبو مصطفى من بغداد. تفضل أبو مصطفى مرحبا بك. ألو أبو مصطفى أسمعك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. هذا البرنامج اللي هسه صوتكم معني؟ نعم نعم أنت على الهواء مباشرة. ماشي مشروع من والدك. والديك أنت شفت المقطع مع الوزير اللي يحلف يمين؟ اي نعم شفت هذا. شنو رايك بي؟ ابو مصطفى اسمعني من الموبايل مباشره. اي حالي اسمعني من الموبايل ونص التلفزيون الاخير. شنو رايك بهذا المقطع؟ نعم 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 وخوت عن التلفزيون. نعم تفضل. الو اسمعك تفضل. يا أخي هم من 2003 لحد الآن. نعم. كل ستاج في ستاج. اللي يقسم قصة الإنسان. نعم. ويعوف الولاء للوطن. نعم. هي مو جديدة عليهم يعني مو بس هذا مو بس هذا الإنسان يعني بالكواليس الباقين. نعم. الأحزاب يعني حزب حزبين ثلاثة. هي بالسنتين وثلاثة لحد الآن المنهج مالنا يعني منهج مو صحيح. يعني تعرف أنت من 2003 ولحد الآن يعني شلون فالوضع تعبان من سيء إلى أسوأ من سيء إلى أسوأ. نعم. حاطي لهذا الإنسان القسم ويختم له الواحد هو تابع له. نعم. ولعدو الوطن يعني الله أعلم بعد غيرهم شو يسوون. زين برأي غير المفروض يعني القضاء بالعراق هذا المقطع أو غيره من التسريبات والملفات اللي موجودة بل وصل الأمر بالسياسيين يطلعون على التلفزيون يقول لك إحنا حراميين إحنا فاسدين إحنا نسرق. وين القضاء عن هذه الأمور؟ ليش ما يحقق بيها؟ أقول لك القضاء هو القضاء وأحمل واجهك والقضاء مسيئ والقضاء واضح يعني هو أنت إحنا العراقيين توا ماكو واحد ما يعني كل إنسان هم لو تجي خبرة خبرتين هم عرف أشياء هواية. هو القضاء هو واحد اثنين القضاء ثلاثة هاي الناس اللي تموت واللي الناس القضاء أنا قلت القضاء هنا عندنا على الفقير أكو قضاء. نعم. القضاء بس على الإنسان البسيط. نعم. بس اللي مسدود وأحزاب وهذا فلان هيكي وهذا هيكي ما أكو هاي المالكي ولا غير المالكي ولا هذا فلان ولا علان هم دول هي هم اللي يجيون البلد مو القضاء اللي يجيهم. نعم مع الاسف وصل الحال حتى اقول لك يعني الحقيقه. نعم الحقيقه وانا عايش فيها انا في بغداد. نعم زين يقولون الجسمه زين يقولون كذا وما اعرف ايش يعني في اشياء يعني اشياء يعني تعرف بشكل هسه انا قدامك. نعم
أنا قدامك متعين من 91. نعم. لحد الآن لا تقاعد. أنا من 91 متعين. نعم. لا تقاعد. لا بد شيء أو أواجع صاول الجيد من 2008 لحد الآن. طالي أبدأ من 15 سنة. ماكو ما عم يسمعني لأنك ما عزل. نعم. الله المعين. أنا أشكرك أبو مصطفى من بغداد كان معنا. معنا محمد من أمريكا. محمد وزير يحلف على القسم لإطاعة نائب في البرلمان. رأيك محمد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قناة الرافدين البطلة. يا هلا بيك. أهلا وسهلا بيك سيد عمر. عمر أنت من 2003 لحد الآن جابوها بشي حلفوا القسم. نعم. الله كلهم الحلفان وارب كل شيء. هم دول الزبور هم خوانه. لا 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 يا اخي ما يصير هيك. ما يصير تتعمم على عشيره كبيره بهذا الكلام يا اخي. يعني لا هذا لا مو صحيح. لا لا اخي لا اخي اوكي هو واحد يعني معقوله. يعني معقوله انت عرفتهم كلهم؟ بس اسمح لي يا اخي ماكو حكي. هذا منطقه غير مقبول. تعمم على عشيره كامله وتقول ذولا كلهم خوانه. ماكو هيك كلام ترى. اخي ما يصير هذا الكلام. اخي انت شنو عندك مستندات على 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 الاف مؤلفه من الجبور الدينهم بهذا العمل بالخيانه؟ يعني ليش انت دائما من تدخل؟ بس اسمح لي يا اخي. كم ضابط كفؤ كان في الجيش العراقي السابق لقب جبوري وظل لل 2003؟ قل لي انت. قل لي انت ماكو. راح بالوديك هم. شو هذا الكلام يا أخي؟ ما يصير هذا المنطق. هذا المنطق بالتعميم. أخي محمد، محمد أرجوك إذا تيجي تشارك بالبرنامج شارك وتعطي رأيك بكل خلق وبكل طريقة حضارية. لا تتجاوز على تعم. لا 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 ما يصير ما يصير ما يصير. هذا التعميم لا أرجوك. هذا التعميم غير مقبول أخي العزيز. إن كان على عشيرة أو مذهب أو طائفة هذا الكلام غير مقبول يا أخي. هو يمثل نفسه. استاذ عمر رحمه امك صبا من 2003. عجيب الكلام والله كله كذب. عجيب. يعني قابل بس الجمهور بالحكومه ماكو حكي ترى يا اخي. ما يصير يا اخي. هذا الكلام غير واقعي وغير منطقي غير مقبول. انه انت تشمل كل عشيره تقول عليهم خونه. ارجوك. نعم. هي اقول لك فكر المحافظه السنيه من باعها؟ منو باعها؟ ها؟ منو باعها؟ هذول الخونة. منو الخونة؟ هم الخونة. هم الخونة. هذا بيحلف على القرآن كذب وذاك لا. تبي لك الله هم طلعوها. إي بس لا تعمم على الناس، أرجوك محمد، محمد. أنا حاكي وياك قبل، أنت تدخل بالبرنامج أهلاً وسهلاً بيك على العين وعلى الراس، أنت وكل العراقيين. لا شنو يحكي الصدق يا أخي؟ أنت تتخون عشيرة كاملة؟ وينك ويش حكي؟ لا خلاص 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 خلاص. انت الظاهر لو ما دعت تفهمني، لو ما دعت تفهم القصد انه انا ايش دا اقول لك انه ما يصير تعمم على عشيره كامله. لا لا انت تدخل اخي. لا خلاص هذا رايك انت ارجوك. اذا تعمم لا تشارك بالبرنامج. اذا تعمم على العراقيين هذا غير مقبول. خلاص محمد انت تدخل دائما معصب، تدخل معصب تتهم عشيره كامله. شنو انت يعني مثلا تعلم الغيب بانفس الناس انهم كلهم مخشوادن؟ وهناك بهم ناس اجاويد وطيبين وكرماء. عيب هذا الكلام. لا ارجوك. لا خلاص. لا انت قلت كلهم ودا افهمك بالموضوع. انت ما دا تقبل تفهم. ارجوك. انا اشكرك محمد من امريكا. هذا الكلام غير مقبول ابدا. التعميم على اي عشيره اي مذهب اي 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 طائفه هذا كلام غير مقبول غير واقعي وغير منطقي في اللي دا يصير بالعراق. دول كل واحد يمثل نفسه يمثل مصالحه. لو هو مخلي اعتبار للعشيرة وللدين وللوطن ما كان سرق ولا كان حلف يمين لخيانة البلد وسرقة البلد. فالرجاء خلينا نكون على قدر من المسؤولية وأن نترفع عن هذه الأوصاف وأن نعمم على عشائر ومذاهب وطوائف بأنهم كلهم خونة وكلهم حرامية. لا هذا 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 مو صحيح أبدا. خلونا نروح على ملف آخر.
تداول عراقيون وصحفيون وناشطون صور لانتشار عربات عسكرية قالوا بأنها تابعة لميليشيا الحشد في قرية الجلاعطة التابعة لناحية الراجدية شمال بغداد معززة بالشفرات. وقال الناشطون بأن أهالي القرية ناشدوا لتخليصهم من القيادي في الميليشيا قصي حبيب الفضلي وطي العامري وهو ابن أخت فالح الفياض رئيس الحشد، حيث استقدم قوة عسكرية لتجريف أراضيهم الزراعية كما قالوا والاستيلاء عليها لغرض بيعها وجعلها أراض سكنية. دعونا نتابع هذا المقطع وهذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. عربات تابعة إلى الميليشيات التي جاءت إلى هذه القرية التابعة إلى الراشدية في العاصمة بغداد، وقال ناشطون وصحفيون عراقيون بأن الهدف منها تحويل هذه الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها وجعلها مناطق سكنية، وتفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. دعونا نتابع بعض التغريدات على تويتر حول هذا المقطع وهذه الصور وهذا الخبر. يقول يوسف سيرجو: قوة عسكرية كبيرة من الحشد الشعبي معززة بالشفلات بقيادة القيادي في الحشد قصي حبيب الفضلي تقتحم قرية الجلاعطة في ناحية الراشدية غرب بغداد لغرض تجريف أراضي زراعية وبيعها كقطع سكنية. أحمد يقول: وتالي يعني يوم أبو غريب ويوم الرضوانية ويوم اليوسفية وهسه الراجدية، عافوا الصحراء اللي شكبرها شقدها وجايين على هذه المناطق اللي الناس ساكنين بيها. باسم يقول: ابن أخت فالح الفياض يستخدم عصابة من الميليشيات للتجريف والاستيلاء على أراضي ناحية الراجدية قرية الجلاعطة في بغداد، علما بأنه قبل 5 أيام تشاجر مع ضابط في الأمن الوطني واعتدوا عليه عندما رفض سلوكهم. تغريدة من الصحفي العراقي عمر السمرائي يقول فيها: العراق انتشار عسكري للحشد الشعبي في قرية الجلاعطة التابعة لناحية الراجدية شمال بغداد، الأهالي يتهمون هذه الجماعة المسلحة بمحاولة تجريف أراضيهم الزراعية والاستيلاء عليها لغرض بيعها كقطع أراض سكنية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال احمد من المانيا. احمد، عرضنا في الملف الاول الفيديو الذي سرب
لوزير الصناعة السابق وهو يقوم بالقسم على القرآن ويتعهد بإطاعة النائب أحمد الجبوري أبو مازن. والملف الثاني عرضنا مقطع وصور لعربات عسكرية في مناطق زراعية بالراجدية قيل بأنها تستهدف الاستيلاء على أراضي زراعية تابعة لفلاحين وتريد تحولها إلى مناطق سكنية وتبيعها. تفضل أخي أحمد، مرحبا بك. أحمد من ألمانيا تسمعني؟ أخي الصوت غير واضح، ما أسمع من عندكم كل شيء، تسمع صوتي جنابك؟ أنا أسمعك، هسه تسمعني؟ ممتاز جدا، الحين أسمعك. تمام. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الكرام، هذا الأسلوب مستخدم في كل بلدان العالم الثالث، يكون رئيس الكتلة النيابية ياخذ تواقيع أعضاء البرلمان، تواقيعهم بالاستقالة يكتبوها ووقعوها وما يحطون بها التاريخ، وكذلك من يعينه كوزير أو كوكيل وزير أو في أي مقعد ممكن أن تستفاد منه الكتلة ويستفاد منه رئيسها. هذا أسلوب إدارة الدولة لمنافع ومصالح شخصية. كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يديروا بلد؟ هؤلاء لا يصلحون لإدارة قرية، لإدارة مدرسة، لإدارة أجلكم الله حسينية أو مسجد، فكيف لهم أن يديروا بلد؟ هذه مشكلة كبيرة. والآن ترون أنه يعني لغرض أنه يبقون مسيطرين على البلاد ويستغلوا خيراته لمصالحهم الشخصية. ترون أن الإطار التنفيذي الآن، قبل أسابيع قليلة كان يقول على أربيل أنها مركز الموساد، ويقول أنه البرزاني عميل إسرائيلي، ويقول على محمد بن سلمان أنه عميل ومطبع، والآن عمار الحكيم وهذه العامل تراهم في أربيل وفي الرياض. هؤلاء لا شرف لهم، لا وعود لهم، لا غيرة لهم، همهم الأول والأخير هو اغتصاب الكرسي لمصالحهم الشخصية. غير مستغرب من أبو مازن أن يفعل هذا، وأكيد أياد علاوي فعله سابقا، أنا عندي معلومات أكيد أياد علاوي فعله سابقا، وكذلك المالكي وكذلك الخزعلي وغيره وغيره. كل رؤساء الكتل في العراق وفي أغلب بلدان العالم الثالث هذا ديدنهم. نعم أخي. نعم. زين، بالنسبة زين هو ليش يحلف على القرآن؟ سؤال. أخي صوتك ما واضح، كل شيء هسه تسمعني؟ تسمعني؟ تسمع. لا ما أسمعك أحمد، تسمعني؟ لا أخي مو واضح. مو واضح، ماشي. نعم. وهسه عيني أحمد تسمعني؟ على كل حال أنا نعم أخي. أي زين، هو ليش يحلف على القرآن؟ نعم. يعني هل برأيك شي ظنون أنه يعني يلتفون على الدين على القرآن؟ شنو شنفسر؟ هؤلاء لا قيمة لقسمة على القرآن، لأنه ممكن ينقلب على القرآن ويقول، وعندنا مثل خوارج بور، أنا خوارج بور. نعم. أجبور يقولون رب العالمين بطنة كبيرة، استغفر الله رب العالمين من قول ذلك. في هذه هذا الوزير ما أعرف شو مصالح الجبوري أو كذا، يقسم صح على القرآن ولا يفي بوعده، أو على الأقل يحاول أن يفي بعض الشيء وبعض الشيء يعمل لصالحه، لأنه هو يعني يبدو أنه التسجيل هو لتهديد الوزير، في حال خالف أوامر أبو مازن سوف يفضح ربما. يعني هذا التسجيل الفيديوي هو للضغط على الوزير، استخدامه كدليل وكتهديد على الوزير. هذا التسجيل لربما يستخدمه أبو مازن في حالة عدم انصياع الجبوري لتعليماته، يستخدمه ضده في العشيرة، لأن هو الآن نحن حكم العشائر، الآن العراق هو عبارة عن عشائر تتحكم في مفاصل الدولة. هذا أبو مازن يستخدم هذا التهديد، يستخدم هذا التسجيل لابتزاز الوزير عن طريق أهله وأبوه وأخوته وعشيرته الأقربين، أساليب ابتزاز. وأبو مازن فاته أن يقول له بأنه إذا خنتني، إذا ما طبقتها مثل ما أنا أطلب بها، زوجتك طالقة. إذا يعلق طلاق زوجته على هذا الأمر سيكون الوضع أكثر. أنا أسأل أبو مازن من خلال قناتكم، إذا كان يحتاج
يحتاج الى فيكات قانونيه عليه الاتصال به ويورق الخضر، وان شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في خدمته. زين ابو، هؤلاء تعاملهم هكذا. اخي احمد، بالنسبه لموضوع ثاني بانه هناك حديث لشخصيات نافذه في الميليشيات تحاول الاستيلاء على اراضي زراعيه بالراجديه وجعلها مناطق سكنية، الأراضي سكنية وبيعها، يعني هذا مسلسل التغيير الديموغرافي والاستيلاء على الأراضي الزراعية ما راح يخلص؟ وين القانون؟ وين الحكومة؟ وين المسؤولين عن هذا الموضوع؟ أولا أخي الكريم، لا تقول لدينا حكومة ولدينا قانون. الحقيقة نحن لدينا 100 دولة داخل الدولة العراقية. الدولة العراقية هو غلاف صفاض فيه 100 دولة، 100 كانتون آخر، وهذه الكانتونات لكل كانتون من هذه الكانتونات له قوانينه وله رئيسه وله إدارته وله استراتيجيته وله تكتيكه. أما أنه يجرفون أراضي في أراضي السنة ويغيرون تغيير ديموغرافي، فهم في شريعتهم وفي شرعهم أن لا حياة مصانة ولا حقوق لهؤلاء السنة، لأنه خلعوا من رقابهم ولاية علي. وانت شفت التسريب اللي موجود ما بين رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض. نعم، والصدر فالح الفياض يقول هؤلاء لدينا، يعني معناته لدينا فتوى بتصفيتهم. نعم. لانهم كذا، والصدر لم يعترض. لربما ابدا امتعاضا قليلا بانه على بعضهم ولكن ليس على الجميع. نعم. بل هو فالح الفياض اللي يقرر بان هذا هو صالح ام طالح. هل هو جهة قانونية، جهة قضائية؟ لا. أخي، هؤلاء بنظرهم مع الأسف هذا ما يدرسونه في كتبهم الشرعية وفي إرثهم الإرهابي في كتبهم الدينية الصفوية، لا أتكلم على الأخوة الشيعة، أقول على التشيع الصفوي، يدرسون أنه النواصب أشد كفرا من اليهود والنصارى والكفرة، وعليهم تصفيتهم لأنهم خلعوا ولاية علي من رقبتهم. فيجرفون الراشدية ويجرفون الطاردية ويجرفون سامراء ويجرفون تكريت، ولا مكان للسنة في العراق. نعم، أنا أشكرك أحمد من ألمانيا كان معنا. طبعا ملف آخر وهو مع بهاء الأعرجي. خلال لقاء متلفز هاجم نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي التابع للتيار الصدري هاجم ثورة تشرين واتهمها بالعمالة، مما أثار غضب العراقيين ضد هذه التصريحات التي تمس ثورة تشرين، فيما تطرق بعض المغردين على ملفات الفساد التي اكتشفتها لجنة النزاهة البرلمانية فيما يتعلق بتلاعب بهاء الأعرجي بعقود شراء وبيع للعقارات، وكذلك تورطه بقتل مواطنين. دعونا نتابع هجوم الأعرجي على ثورة تشرين خلال لقاء تشرين متفز. كانت هي أس البلاء، كانت حركة خارجية تدار من الخارج، سقطت حكومة وجينا بحكومة أخرى ووقعت هيبة الدولة. واليوم شنو تعال اليوم شوش في النواب قيادات تشرين صاروا نواب، شو ما طلعوا هاي الأزمة حجة وين طلع العيام هجاو قالوا بس كانوا بالشارع كل واحد السنة الطولة. وتحت وسم بهاء الأعرجي تفاعل عراقيون رفضا للتصريح هذا خلال لقاء تلفزيوني ضد متظاهري ثورة تشرين، و منهم من غرد وقال تحت وسم بهاء الأعرجي: حرامي مازن العراقي. قال: تشرين العظيمة لم تكن بلاء على العراق، تشرين كانت بلاء على الأحزاب الولائية وعلى الطبقة الحاكمة. يا بهاء الأعرجي الحرامي الفاسد كما أسماه مازن، يقول: تشرين دمرتكم بشبابها الحر الوطني ولسانها الصادق، وأنتم قتلتم هؤلاء الشباب بميليشياتكم. يا بهاء الأعرجي تشرين عظيمة. أما فادية فقالت: بلاء العراقيين الوحيد هي وجوهكم وطائفيتكم وتبعيتكم وسرقاتكم وغباؤكم، هي سقطت هيبة الدولة. أما رعد فقال: النزاهة تكشف تزوير بهاء الأعرجي التابع للاحتلال الإيراني في العراق لعقود شراء وبيع عقارات بتواريخ قديمة، وقد أيد فتاوى بقتل المواطنين العراقيين. أما فؤاد النايف قال: يكفي التشرينيين بأنهم عراقيون نسب والولاء، وقد ولدوا في وقت معاناة ومحاولة تغييب الهوية الوطنية،
وأي محاولة لتشويه كفاحها مرفوض جملة وتفصيلا. بهاء الأعرجي حرامي. نعم. دعونا نذهب إلى ملف آخر وهو ملف الخطوط الجوية العراقية. في عام 2020 أصدرت لجنة الخدمات والإعمار النيابية تقريرا حول مطار بغداد الدولي وشركة الخطوط الجوية العراقية، وأوضحت فيه بأن هناك ضعفا في الإدارة المتعاقبة للشركة مع استشراء الفساد الإداري والمالي من قبل جهات وأطراف تعمل لحسابها الشخصي، وتوقف طيران الخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا بسبب تمرير الصفقات المشبوهة مع شركات نقل أجنبية لنقل المسافرين العراقيين بواسطة الطائرات العراقية لقاء عمولات أثقلت كاهل الشركة، هذا بحسب لجنة النزاهة. وقد حذر خبراء في هذا العام 2022 خبراء في الطيران المدني ومشغلو مكاتب السياحة العابرة للحدود من مخاطر ترك الأمور دون معالجة في مفاصل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التي يضربها الفساد وبسبب تخبط القرارات. وأكدوا بأن معظم المهيمنين على إدارات الشركة يفتقدون إلى الخبرة وتعوزهم الكفاءة العلمية والعملية في شريان اقتصادي وثقافي حيوي يمثل واجهة وطنية حول العالم. اليوم انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وهو يوثق تأخر رحلة للخطوط الجوية العراقية بسبب عطل أصابها وهي كانت متجهة من دبي إلى مطار بغداد باتجاه العاصمة. تأخرت هذه الرحلة الجوية لنحو 12 ساعة بسبب ما قيل بأنه خلل فني أصاب الطائرة قبل إقلاعها من دبي إلى بغداد. عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي قالوا بأن سبب منع طائرة الخطوط الجوية العراقية بوينغ 737 وعلى متنها 157 راكبا من الإقلاع من مطار دبي بسبب حدوث عطل في المحرك أدى إلى اكتشاف وجود أجزاء مسروقة من طائرة أخرى لا تتطابق مع الطائرة العاطلة. دعونا نتابع هذا المقطع. تريحون بمكانكم مجرد تتلاولون وجبة الغداء وراح ننزلكم وطب الطائرة الثانية من بغداد راح تجي تأخذكم وتوصلكم لبغداد إن شاء الله بسلام. أعتذر عن هذا التأخير بس هذا تدرون الأقدار والأحداث ممكن تصير في أي وقت. والله سبحانه وتعالى سلم إنه العطل صار أون جراوند في الأرض. رجائي إنه تعذرونا وشي خارج إرادتنا وراح تقدم لكم وجبات الغداء والشاي وأنزلكم للصالة لين ما نصل على خبر بغداد. تأخير على متن الخطوط الجوية العراقية بسبب خلل فني المتوجهة من مطار دبي إلى مطار بغداد. حاليا صار لنا 3 ساعات إحنا داخل الطيارة. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي. طبعا عبروا عن غضبهم وعن استهجانهم من استمرار تدهور الخدمات بشكل عام ومن معاناتهم مع الخطوط الجوية العراقية. نذهب إلى التعليقات حول هذا الموضوع. عمار القحطاني يقول نتيجة طبيعية لبلد يحكمه لصوص وفاسدون. أما خليل فقال إلى متى هذا الاستهتار بأرواح العراقيين باسم الدين ضاع البلد وشعبه. تعليق آخر من فاروق يقول فيه حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. يقول يوم أمس تم اكتشاف سرقة محرك الطائرة بكامله وهي في مطار بغداد من قبل مجموعة متنفذة في الخطوط كما يقول فاروق. غازي الدريمي يقول بهذا البلد كل شيء خربان، هي بقت على الطيارة. يقول والله مهزلة والمواطن من يتأخر ربع ساعة ما يسمح له بالدخول، هذا هو العراق اليوم للأسف. دعونا نذهب إلى أنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ظاهرة العثور على المقابر الجماعية بين الحين والآخر والتي كان آخرها المقبرة المكتشفة في موقع الطاقة الذرية
في جسر الديالة جنوبي العاصمة بغداد، والتي حاولت الأجهزة الحكومية جاهلة اعتبار الموضوع جنائيا عبر طمس الحقائق وفبركتها وفقا لمراقبين. دعونا نتابع. معنا اتصال ابو عبد الله من صلاح الدين. مرحبا بك معنا ابو عبد الله، تفضل ابو عبد الله. اهلا حبيبي. اهلا بك، الله يسلمك ويخليك ويحفظك استاذ العزيز. نعم. سمع اي حلفون، بس اي حلفون، ماكو، كله كذب بكذب. اي حلفون دمار لهذا البلد. نعم. يريد يدمرون هذا البلد ودمروه، وراح يرجعونه ما قبل التاريخ. نعم. يا ما قبل التاريخ، يعني هو من يطلع يردد القسم، والله يوالي فلان ووالي علان. زين انت توالي فلان لو توالي العراق؟ نعم. يعني انا هسه من رد القسم لك ولا العراق؟ للعراق طبعا. يعني ماكو شيء، ترى ماكو شيء قسم، هاي ما صايره بالدنيا كلها، ما صايره بالدنيا كلها. وجد ناس عصابات يا اخي، يعني العالم يعني طلعت من الطريق حقها، اللي طلع من الطريق حقه. يعني من وراء السياسه الكاذبه، من وراء السلاح المنفلت، من وراء القانون الفاشل والشرح القانون برايمر وامثال برايمر القذر. وهذول الناس ماكو جوي على ظهر الدبابه، وجوي والله المالك مشلب بسلطه، سلطه مال ابوك. نعم. مو مال ابوك، لا الكرسي مال ابوك يا اخي. اكو ناس اشراف، بس الاشراف طلعوا برا العراق، ما ظلوا، لان يعرفون مالهم مكان ويا هاي الناس القذره. نعم. يعني مليارات. نعم. دول يعني ميزانية العراق تعيش تركيا 5 سنين. تركيا دباع كبر، تركيا كم محافظة. مع الأسف وصل الحال في العراق إلى هذا الوضع. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين كلام معنا. دعونا نذهب إلى الهاشتاج اليوم، هو جرف الصخر. بعد إعادة انتشار مقاطع تكشف بعض المجازر الطائفية المروعة التي ارتكبتها الميليشيات الموالية للنظام الإيراني في منطقة جرف الصخر قبل سنوات، والتي ما زالت تمنع عودة نحو 100,000 إنسان من سكنة جرف الصخر إليها لغاية الآن، حيث تتخذ هذه الميليشيات منطقة جرف الصخر للتدريب والتخزين، وفيها سجون تابعة لها. ومع إعادة انتشار بعض مقاطع القتل الطائفي، غرد عراقيون على وسم جرف الصخر للتعبير عن رفضهم لعمليات القتل والتهجير الممنهج لأهالي جرف الصخر. من هذه التغريدات كرار حسن يقول فيها: شلون ترجع 1,000 عائلة مهجرة قسريا إلى مساكنهم في جرف الصخر، والمنطقة صارت معسكرات ومقرات لعمليات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الذيلية كما سماها. أم عمر تقول: تحولت ناحية جرف الصخر من منطقة سكنية إلى ثكنة عسكرية تسيطر عليها كلاب إيران وحزبالة. تقول: يا حكومة وينكم؟ لا سيادة، لا ثقل، لا وزن، لا شيء. على شنو باقين تحكمون إذا ناحية ما تقدرون تسيطرون عليها؟ تقول: التغيير الديمغرافي ومحو الهوية السنية واضحة جدا، شوية شوية يستولون على كل المناطق. محمد يقول، يتساءل: من قتلهم؟ ولماذا تم قتلهم؟
وهل تمت محاسبتهم؟ أما ابن الحولي كنعان فيقول مقاطع فيديوية تكشف فظاعة المجازر الطائفية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لإيران في جرف الصخر، هاشتاج جرف الصخر. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، عرضنا فيها العديد من الملفات ومن أبرزها الفيديو المسرب لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري وهو يقسم اليمين على الطاعة لأبو مازن أحمد الجبوري وليس للعراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.